صغير. نعم العيال الصغار كبروا كبروا إيه؟ بيقولوا لك الحين كلمة خلنا نسمعها يا حبايبي. وهي دائما اللي يعني توقف وياي وتعلمني يعني بأمور كثيرة بالحياة يعني، وهي مو بس يدة بالنسبة لي يعني، وايد شيء قريب يعني مني وقشمارة وكذي يعني، يعني علاقتنا وايد قوية مع بعض. صدق اني اذيتها بالثانوية والمتوسط وكذي، بس انه يعني تعلمت منها وايد اشياء، ويعني ما اتوقع انه في كلمة يعني توفيها حقها. وثاني شيء بغيت اذكر كم شغلة تعلمتها انا شخصيا من ام نورية. من الشغلات طبعا اللي هي الصبر، الاحترام، اني احترم الصغير قبل الكبير، شلون اتعامل مع الناس ان كان الانسان اللي قدامي زين او شين، والكلمة الطيبة. عسى ربي يطول لنا بعمرك وخليك لنا دوم، وللاسف ما عندي كلام يوصل بحقك، بس كل اللي اقدر اقوله ان الله لا يحرمنا منك يا صاحبة القلب الكبير والحنان كله. بس بغيت اقول لك اني احبك ومشكور على التعب اللي تعبتي معاي والمشاوير اللي ما تخلص من وزارة لوزارة، واشتقت لك واشتقت حق طباختك ويمعتك.